لدى استقبال سموه لمجلس إدارة شركة نفط البحرين بابكو الجديد، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين تمتلك قطاعا نفطيا متطورا يواكب أحدث النظم العالمية، وأن تعزيز الاستثمار في الصناعة النفطية يدعم توجهات الحكومة في التنمية القائمة على زيادة عائدات النفط ومواصلة تنويع مصادر الدخل الأخرى. نوه سموه إلى أن شركة نفط البحرين بابكو بما لديها من خبرات وكوادر وطنية متميزة تمثل وجها مشرفا لمملكة البحرين وقصة نجاح تثبت كفاءة أبناء البحرين وقدرتهم على بناء الصروح الاقتصادية والصناعية العملاقة. أكد سموه أهمية الدور الذي يقوم به القطاع النفطي كرافد أساسي للاقتصاد الوطني في ظل ما تمتلكه الصناعة النفطية من مواد وأفاق استثمارية كبيرة، مشددا سموه على أن الحكومة حريصة على تنمية وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع عبر إقامة المشروعات التطويرية العملاقة لزيادة كفاءة الإنتاج وتقديم كافة التسهيلات التي تسهم في استقطاب الشركات النفطية العالمية. كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل اليوم بقصر قضيبية الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة وزير النفط الذي قدم لسموه مجلس إدارة شركة نفط البحرين بابكو الجديد برئاسة الدكتور داود نصيف، حيث هنأهم سموه على تعيينه في تشكيلة مجلس الإدارة الجديد، متمنيا سموه لهم النجاح والتوفيق في النهوض بالشركة وتطويرها بما يعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني. وخلال اللقاء أشاد سموه بما يتمتع به أعضاء مجلس إدارة شركة نفط البحرين بابكو الجديد من خبرات وقدرات متميزة وما حققوه من نجاحات في مختلف مواقع العمل التي تقلدوها، معربا سموه عن ثقته في قدرتهم على تحقيق مزيد من التطوير لشركة بابكو اعتمد على ما يتحلون به من روح العزيمة وتحمل المسؤولية. أكد سموه أن مسيرة الصناعة النفطية في مملكة البحرين تشكل مصدر فخر واعتزاز بما حققته من نقلة نوعية ساهمت في دعم كافة الأنشطة الاقتصادية ودفع وتيرة التنمية والبناء في المملكة. دعا سموه مجلس إدارة شركة نفط البحرين بابكو على مواصلة العمل من أجل تطوير الشركة ورفع كفاءتها الإنتاجية بما يتناسب مع مكانتها وقيمتها كأحد الصروح الوطنية الكبيرة. استمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من معالي وزير النفط وأعضاء مجلس إدارة شركة نفط البحرين بابكو إلى شرح عن آخر المستجدات في المشروعات النفطية التي يجرى تنفيذها وما وصل إليه العمل في مشروع تحديث المصفى. من جانبه أعرب معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة وزير النفط عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بالقطاع النفطي وما يبديه سموه من حرص على تطوير هذا القطاع لكي يقوم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني، والتي تجسدت في رعاية سموه الكريمة لوضع حجر أساس مشروع تحديث مصفات شركة نفط البحرين بابكو، مؤكدا حرص الوزارة وشركة نفط البحرين بابكو على تنفيذ رؤية سموه من أجل الارتقاء بقطاع النفط في المملكة وتطويره.